فيومتشينو. يعد أكثر المطارات أمناً في إيطاليا لتفكيك شبكات تهريب الممنوعات. على الشرطة الإيطالية مراقبة كل رحلة عن كثب. أعطني أوراقك الثبوتية وجواز سفرك. تركز الشرطة القضائية اهتمامها على رحلة قادمة من بلجيكا، والتي تعتبر نقطة عبور كبرى للممنوعات الخطيرة إلى داخل أوروبا. من أين أنت قادم؟ من بروكسل. بروكسل؟ أين تسكن؟ في باري. باري؟ أجل، ما كان سبب زيارتك إلى بروكسل؟ كانت هناك أسباب عديدة. زرت مصانع الشراب والشوكولاتة، لنقل إنني كنت أقضي إجازتي هناك. إجازة؟ لفت واحد من أوائل المغادرين للطائرة انتباههم. كم من الوقت استمرت رحلتك؟ أسبوعاً. حسناً، تعال معنا. حسناً. كان بولندياً وقد غادر من جنوب إيطاليا. قال إنه يعمل في طلاء المنازل وإنه ذهب لقضاء عطلته، وقال إنه يحب السفر. كان ثرثاراً، يحب الكلام بشكل كبير. ما الذي يمكن أن تراه في بروكسل؟ حسناً، لا أحب على سبيل المثال زيارة المتاحف أو الحجز في الرحلات المصحوبة بمرشدين. لا أحب ذلك أبداً، لأنها تستهلك نهاري بأكمله. ومتى تعمل؟ خلال النهار. أتجد الوقت الكافي لذلك؟ يعمل 6 أيام وبعدها يحين وقت العطلة. لا تبدو كدهان، وإنما كمرشد سياحي. ادعى الرجل أنه يسافر في إجازة مرتين في الشهر على الأقل. بالنسبة إلى ضباط الشرطة الخبراء فذلك أمر مثير للشكوك. تعال، ضع حقيبتك هنا. مع من تسكن؟ هل أنت أعزب أم متزوج؟ لدي زوجة. وهذه المرأة أين هي؟ في منزلها، اضطرت إلى البقاء. تسافر في إجازة وتتركها أسبوعاً. لنقل بأننا لم نتمكن من الحصول على أيام العطلة في الفترة ذاتها. من الغريب أنها سمحت لك بالذهاب. ما كنت لأتركك تذهب، لكنك تعرف إلى أين، صحيح؟ لا أدري. استعمل مخيلتك. يبدو كل شيء على ما يرام حتى الآن. يبدو المسافر مستمتعا بوقته، لكن تفتيشه لم يبدأ بعد. لنفتحها. هل خبأت أي شيء في داخلها؟ لا. متأكد؟ أجل. هل أنت متأكد؟ بالتأكيد. يمكن أن يتغير سير الأمور بسرعة. هل لنا بتفتيشها؟ بالتأكيد. لا مجال للتراجع. بالتأكيد. يا له من قميص جميل. فتشنا حقيبته أولاً، تساءلنا عن سبب اصطحابه للقليل من الملابس رغم بقائه في بروكسل أسبوعاً كاملاً. سألناه ألا تستحم أو تبدل ملابسك، أثار ذلك مباشرة ريبتنا. الحقيبة سليمة؟ لم نجد شيئاً في حقيبته، فبدأنا بتفتيشه. الحقيبة نظيفة، لنفتش. استدر وارفع يديك. أطلب منه نزع قميصه. نزعه بالكامل. وحذاءه أيضا. انزع قميصك. وبنطالك أيضا، ولكن اخلع حذاءك أولا. كانت حقيبة الرجل وجسده خاليين من أي شبهة. ضع حذاءك هنا. يا للهول. إلى مبنى القادمين. تم تحديد مسافر قادم من بروكسل لتفتيشه بحثاً عن الممنوعات. هل خبأت شيئاً داخلها؟ لا. متأكد؟ أجل. هل أنت متأكد؟ بالتأكيد. سارت العملية بشكل جيد، وكان المسافر على وشك الإفلات عندما حدث شيء غير متوقع. ما نوع هذا النعل الداخلي؟ لا أدري. ماذا لدينا هنا؟ لا أدري. ما هذا؟ وها هو النعل الآخر. اشتريته هكذا. هكذا؟ في البداية كان المسافر ظريفاً ومتعاوناً، أما الآن بعد أن عثرت الشرطة على النعل الغريب تغير سلوكه بالكامل. كيف أعرف ماذا بداخله؟ سنجد تفسيراً لهذا، اتفقنا؟ عندما فحصنا الحذاء أزلنا النعل لنجد نعلاً آخر يحتوي على مادة معينة. حسناً، قد لا يعني هذا شيئاً، قد يكون جزءاً من الحذاء،
ولكن إن كان شيئاً آخر فهذا يعني أن ما قلته كان مجرد أكاذيب. ما هذه المادة؟ أهي في الفردتين؟ لا أعلم أي شيء. ما معنى لا أعلم؟ كيف أعلم؟ أخبرتنا مجموعة من الأكاذيب. يرفض المشتبه فيه تقبل الحقائق. ما الذي تعنيه بالأكاذيب؟ ألم تكن كل أقوالك أكاذيب؟ لا. حتى عندما يبدو الدليل واضحا ضده أصر على عدم معرفته بأي شيء. قال إنه حذاء جديد اشتراه من بروكسل ب100 يورو، وإن هذه المادة كانت موجودة فيه عندما اشتراه. كان هذا مستبعدا. لا أعلم أي شيء، لا أدري من أين أتت، اشتريته على هذه الحال، هذا كل ما أعرفه. لن يترك البائع هدية كهذه. بغض النظر، كان يعلم ما الذي يحمله. ننجز عملنا، نعلم أن لدينا مهمة ونحاول إنجازها على أحسن وجه. حسناً، لذا لا تعاملني كغبي. اجلس. أنا لا أدري كيف وصلت إلى هنا. لا تدري كيف وصلت إلى هنا؟ لا. وجدناها في فردتي الحذاء، وتصر على أنك لا تعلم كيف وصلت إلى هنا؟ تدخل عادة إلى متجر وتخبرهم أنك تبحث عن حذاء وأن هذا الحذاء أعجبك، ثم تقول: هل تستطيعون إضافة نعل خفي؟ من المستحيل أن ينكر الحقيقة أكثر من هذا. هل هي موجودة فقط في الحذاء؟ أجل. كنت تعلم إذن أنك أخفيتها هنا، صحيح؟ لا. لا، ما الذي تعنيه بلا؟ لكن بعض الناس لا يقبلون الاستسلام أبداً. ظننتك تسأل إن كنت أحمل أي أحذية أخرى. هل أنت غبي؟ هل تنصت لما نقوله؟ أجل. هل تحمل الممنوعات؟ لا أدري. الآن ستظهر الحقيقة بعد إجراء اختبار ممنوعات، سنعلم إن كانت ممنوعات أم لا. سنضع القليل من هذه المادة هنا، اتفقنا؟ إن أدت إلى تفاعل كيميائي فهذا يعني أنك أخبرتنا مجموعة من الأكاذيب، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك كنت محقاً وأن هذا هو مجرد نعل داخلي من نوع خاص. ولكن لنرى. هذا غريب جداً، صحيح؟ يمكن لخط أحمر رفيعاً أن يفصل بين هذا المسافر وحريته. انظر يا لجماله. ما هذا؟ مطار فيومتشينو، روما. وجدت شرطة مكافحة الممنوعات شيئاً غريباً مخبأاً داخل حذاء مسافر قادم من بروكسل. تدخل عادة إلى متجر وتخبرهم أنك تبحث عن حذاء وأن هذا الحذاء أعجبك، ثم تقول: هل تستطيعون إضافة نعل خفي؟ يصر الرجل على عدم معرفته بأمر النعلين أو محتوياتهما. سيكشف اختبار الممنوعات الحقيقة. انظر يا لجماله. ما هذا؟ هذا الخط الأحمر. ما الذي يعنيه؟ ليس اختبار حمل، إنها ممنوعات. حقا؟ الوقت ليس مناسبا للألاعيب. انظر إلي، أتصر على محاولة خداعنا؟ لا. انظر إلي قليلا، انظر إلي. أنا أنظر إليك. لا لا، أنت لا تنظر إلي. أكثر الممنوعات شيوعا في أوروبا هي الممنوعات الخطيرة. تصادر إيطاليا 496 كيلوغراما منها سنويا. يتوجب عليك ألا تكذب علي. لست بكاذب. اتفقنا؟ أظن أنك تكذب لأنك تقول إنك اشتريتها وإنهم دسوا لك الممنوعات داخلها. كيف أعرف؟ يا لها من مفاجأة. قد تكون كذلك. قد تكون مفاجأة؟ سنقدم لك إذن المفاجأة الحقيقية. رفضه للتعاون سيجعل موقفه أسوأ، عليه الآن أن يواجه الحقيقة. ستواجه الآن 6 أعوام في السجن على الأقل بسبب هذا الهراء. يكفي، هذا يكفي، لن أقول شيئا آخر. عرضنا عليه التعاون مع الادعاء لكنه لم يرغب بالكلام، وانتهى الأمر هنا. إن كنتم لا تصدقونني فما الذي يمكنني قوله بعد؟ هذا يكفي. رأينا عندها أننا أمام شخص يعلم غالبا منذ البداية بأن عليه التزام الصمت التام في حال قبض عليه. كنت أعمل. كنت مسافراً، أهذا عملك تهريب الممنوعات؟ سافرت اليوم ولكنني أعمل كل يوم. لا تمطر السماء ماءً. لابد أنك تعرف كم يساوي هذا. لا، لا أعرف، كيف لي أن أعرف؟ يساوي الكثير من المال. أنت من تقول هذا وليس أنا. لا أدري كم يساوي، لم أتعامل بالممنوعات أبداً، لذا لا أعرف. لنرى كم تزن. إنها 200 جرام من الممنوعات.
من انتظرك في المطار؟ لا أحد، كنت سأستأنف رحلتي في طائرة أخرى، لكنني على ما يبدو فأنا باق هنا. صحيح. حسناً، إذن لن يسافر مرة أخرى قبل وقت طويل. تبدل السلوك المبتهج الذي أظهره عند وصوله من بلجيكا، وأصبح أكثر جدية كما يستدعي موقفه. قرر الاستسلام والتزام الصمت، لم يتوقف عن الثرثرة في السابق. ستقرر السلطات الآن مصيره. قد يواجه الرجل الآن عقوبة سجن تتراوح مدتها من 6 أعوام إلى 20 عاما لمحاولة تهريب 205 جرامات من الممنوعات إلى داخل إيطاليا.